عزومة العيلة، عايز اعمل عزومة النهاردة بطريقة جديدة، واجيب الفخدة الضاني اتبلها ازاي، احضرها واجهزها ازاي. بتجيب الصينية طبعا اللي هي على قد الفخدة حسب وزنها وحسب عدد افراد اسرتك، اللهم صل على النبي. طبعا انا محضرها ومجهزها، شايل الدهون الزيادة منها. الصينية مثلا عندك كبيرة او صغيرة، بتقدر انك تفصلي الموزة بتاعتها كده تاخد الشكل اللي انت عايزاه. شفت التركيبة دي مهمة جدا على فكرة، هي بتيجي من عند الجزار طبعا سليمة. فانا بشوف الصينية اللي عندي حجمها قد ايه، وببدأ ان انا احضر الفخدة على قدها، وابدأ اعمل التتبيلة بتاعتي دلوقتي للفخدة بتاعتها. اعملها بالطريقة دي، ممكن تعملها انت كمان بطريقة احسن، ولكن خلونا مع بعض نشيل ده كده عشان نوسع لنفسينا. حلو الكلام، اللهم صل على النبي. ناخد دي كده نخليها حلو، وتعالوا مع بعض نبدأ نتبل الفخدة بتاعتنا. وانا بشتغل مخرجنا بيسألني بيقول لي يعني ايه الخشاف، يعني الخشاف ده اعرف ان انا اكله؟ يعني يتعمل مع حليب نشربه مع الاذان، انما يخش مع الفخدة الضاني دي حاجة جديدة. نقوم نقول له ايه، اصبر على رزقك شوية. حلو الكلام، والمقادير على الشاشة. الفخدة ضاني سي سيد السفرة معانا، التتبيلة اللطيفة الحلوة، معلقة فلفلة حلوة، شوية توم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وقرفة. والقرفة طبعا احنا متفقين ان هي بتشيل زفارة الضاني، مع توم زي كده، شوية روزماري حلوين، حلو، مكعبين من الزبدة، والزبدة وجودها هنا هتديني شكل كريمي للخلطة دي، توم تحمر بسرعة. حلو الكلام، البهارات بتاعتنا، اللهم صل على النبي. انا بسهل عليك الموضوع يعني. فخدة الضاني دايما لما بنجيبها بنبقى عايزين طبعا دافعين فيها مبلغ كبير، وعايزين نستغلها على السفرة بتاعتنا. ولو كنا هقول لك على حاجة حلوة دلوقتي، العزومة خلصت وضيوفنا اتبسطوا وزي الفل، الفخدة دي عندك في بواقي منها، بتاخد اللحم ده طبعا تقطعيه وتحضريه، تقدري تعمليه شاورما. عد ورايا بقى عشان برضو ازاي اخليكي توفري وتبقي اقتصادية في المطبخ. عملت عزومة زي اللي انا بعملها النهاردة، تقدري تاكلي من الاكل ده مرة واثنين وثلاثة واربعة طول الاسبوع من وراه، وكل مرة تطلعي حاجة من التلاجة تعيد هيكلتها، وليكن مثلا بواقي الفخدة الضاني او الكتف الضاني، تقدري تعمليه شاورما، تقدري تاخدي اللحم بتاع الفخدة دي تقطعيه وتعمليه صينية جلاش تبقى لطيفة جميلة، تجيب الجلاش وتعمليه داخله جوه اللحمة، تجيب الرقاق الجميل وتاخدي شوربة الفخدة او شوربة لحمة، وتقدري تعملي صينية رقاق ببواقي الفخدة. بواقي الفخدة كمان تقدري تعمليها بقى السندوتشات فاهيتة لاولادك، وهكذا. دي زبدة مع توم مع معلقة فلفلة حلوة. حطيت زبدة ليه يا شيف؟ مع ان الفخدة فيها دهون كتير، انا عايز ادي للفخدة دي صدمة نارية تاخد لون الاحمرار قبل ما ادخلها الفرن، مع بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل عشان اطلع منها شوية شوربة حلوين. الشوربة دي ممكن اعمل منها حاجات كتيرة قوي، اعمل شوية ملوخية، اعمل تاني يوم طاجن بامية باللحمة الضاني، اعمل صينية الرقاق بتاعتي. شفت الخلطة الحلوة دي كده، شوية خضرة في قلبيها، دي الخلطة بتاعت الفخدة من بين ايديك اهو، بدون مكسبات طعم ولا اي حاجة. واجيب سكينة حلوة حامية، واخد الخلطة دي يا عم الشيف، وابدأ احشي الفخدة بتاعتي بيها. ابدأ من عند الموزة، افتح فتحة حلوة كده في الموزة بعيد عن العظمة عشان ايدك متطورش، واجي هنا كده، واجي هنا كده، هنا كده كده، وابدا اوزع الحشوات بتاعتي جوه اللحم بتاع الفخده. ده مهم جدا على فكره، تقوم الانسجه بتاعت اللحمه تاخد من الفخده ديت، تاخد من منها وتاخد الطعم. مكان ايدي كده تاني اهو، اتعلمي بقى الحركه دي اهو، حته الزبده هنا جوه حكايه بقى. تقوم تاخد الصدمه الناريه، الزبده تسيح التوابل وتدي الطعم للايه، للفخده بتاعتك. وعملنا فخدة يا شيف، اتعزمنا وحد قدمها لنا، يبقى احنا عندنا فكرة بناكل ايه. جينا احنا عملنا عزومة وجبنا الفخدة دي وعايزين نعملها، نعرف نعملها.
حلو، ادلعها كده، تستاهل، واقلبها كده، اللهم صل على النبي. واخد الخلطه دي كده نفس الطريقه، عند صينيه على النار تسخن درجه حرارتها عاليه جدا، عايز اخلص منها وادخلها الفرن. هتيجي بقى تقولي لي بقى بالفلسفه الوقت يا شيف مش هيسوي الفخده، انا بديك الفكره، احنا لو عايزين نسوي الفخده دي احنا محتاجين من الوقت وقت كبير قوي على فكره، وما احبش اطلع بالحاجه مستويه، انا بحب كده على عينك يا تاجر، تبقى كل حاجه قدام حضراتكم. بحط نقطه زيت صغيره كده، واخد الفخده دي كده احطها، اللهم صل على النبي اهي. شفت الجو ده كده اهو، اللهم صل على النبي بالشكل ده كده. حلو، تاخد الصدمة النارية لأن أنا حاطط زبدة، خلي بالك. شفت الفخدة على الشاشة إزاي؟ بتتكلم مصري. آه. وريحة الضاني، مفيش زفارة لأن أنا حاطط قرفة في التتبيلة. وأروق مطبخي كده أول بأول، اللهم صل على النبي. حلو، وأبدأ إن أنا أقلبها مرة واتنين وتلاتة وهي على النار كده، اللهم صل على النبي. عندي درجة حرارة الفرن 180، بقطع شوية خضار بحطهم عليها، عندي من الخضار شوية بصل، شوية طماطم، شوية خضرة على وش الفخدة بالشكل ده كده، والطماطم دي كده هنا شوية جزر ماشي، الخضرة بتاعتي اللي كانت موجودة مع الفخدة استغلها، إذا كان جزر، إذا كان كرفس، كل ده هتخش الفرن مع بعضيها. اللهم صل على النبي. شفت الحلاوه دي كده؟ وديها شقشاء ميه، اللهم صل على النبي. عندي ميه بتغلى على النار، اوعى، اللهم صل على النبي. زي الفرن، صينية كبيرة بتاعت الفرن، اديها شوية المية لأن عايز باخد منها طعم، طعم ده هاخد الشوربة بتاعتها بطعم الكرفس اللي موجود فيها، حط الكرفس زي سليم زي ما هو عشان تقدري تشيليه بعد كده من الشوربة دي. ولازم المية تكون بتغلي اللي بتحطيها. أهم حاجة الحشوة بتاعت الفخدة اللي أنا عملتها في البداية جوه الانسجه بتاعت اللحمه. زي ما هي كده يا عم الشيف، بغطيها بورق زبده وادخلها الفرن. كرفس مهم جدا، كرفس بيديكي شويه شوربه تعملي شوربه طماطم، كرفس بيديكي شويه شوربه تقدري تعملي شوربه لسان العصفور، شوربه شعريه. زي الفل، اتفرجي عليها بقى الفخده على النار اهي زي الفل. ورق الزبده، درجه حراره الفرن عندي 180، محضره ومجهزه. نعم، حاضر، عينيا، عايز تشوف الفخدة غالبة؟ عينيا اهي، بص، أنا مش حرمك من حاجة يا طيب، اهي، قلبتها لك اهي، بص على الفخدة اهي، زي الفل، نغطيها؟ نغطيها، أغطيها ولا ما أغطيهاش؟ قول لي، حاضر، حلوة، أدخلها الفرن بقى، تاخد ورقة زبدة، أوعى تحط ورقة فويل. ورق الفويل فيه ماده طبعا بتتاكسد مع لحم الايه الفخده او اي حاجه بتحطيها. يعني انا بغطيها ليه؟ مخرجنا بيسال انت بتغطيها ليه؟ بعمل عمليه احتباس للبخار والسوائل اللي موجوده علشان الفخده تستوي معايا بسرعه. حلوه، دخلها الفرن في درجه حراره 180 ماشي. عينيا، نعمين، طبعا اتحط في الصينيه. الله عليك، الله عليك يا مخرجنا يا جميل. زي ما هي كده. يلا تعالي يا حلوه تستاهلي. مع السلامه يا غاليه. حلو، تستاهل. بص عليها، بص عليها وغطيها زي ما هي كده. درجه حراره الفرن عندي 180. نيجي بقى للطايم اللي بيتسال دايما عليه يا شيف مغازة، عندي فخده ضاني وزنها 2 كيلو 3 كيلو، احطها في الفرن قد ايه؟ بص خد القاعده دي وسميها قاعده المغازي.
حلو الكلام. اذا الفخده وزنها 2 كيلو بعد التشويحه دي على النار تستاهل الفرن ساعه زمن في درجه حراره 180. اذا الفخده وزنها 3 كيلو يبقى عايزه في الفرن ساعه ونص، وهكذا. اقسمي وزن الفخده على نص الطيب، يعني 3 كيلو تبقى ساعه ونص، 4 كيلو تبقى ساعتين، وهكذا. على مسؤوليتي انا، هتطلع معاكي زي الزبده، العظم يتفكك منها زي الحلاوه. بنروح نعمل الخشاف بتاع الفخده الضاني، الطريقه الجديده اللي الشيف هيعملها النهارده. لان لغايه لما انا عملت الفخده على النار ودخلتها النار مفيش حاجه جديده عملتها. فاحنا عايزين نشوف ايه الجديد عند الشيف المغازي لتقدمه للفخده النهارده بالخشاف. هيعمله ازاي؟ معايا من الخشاف معايا القراصية والمشمشيه وشويه زبيب وشويه لوز، يا مزاج اللوز. معايا طاسه شديده الحراره على النار، بحط في الطاسه دي مكعبين من الزبده مع عود قرفه. يلا زي ما هم كده، حلو الكلام؟ اه، قرفه وزبده بس خلاص، وشويه سكر. حلو الكلام؟ عايز كرمله السكر انا. بس بس خلاص، ده الجديد. ومعايا شويه دبس الرمان، وهسه كده على الزبده لغايه لما تتعرف على القرفه والسكر في قلب الطاسه وانا شغال كده. طعم جديد، تفاصيل صغيره ولكن الزبده مع القرفه والسكر في حكاية هنا، في قصيدة هنا، في موضوع هنا، في خبرة طهوية هنا. زبدة قرفة سكر، زبدة قرفة سكر، لسه ما خلصتش. زبدة قرفة سكر، قولي ورايا، زبدة قرفة سكر. لغاية لما السكر يتكرمل مع الزبدة والقرفة. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نشيل دي من هنا، ننزل بدبس الرمان. الله، ده حكايه، دي حكايه يا شيف، ده عايزه وقفه دي. تاني تاني عملت ايه؟ هنا في زبده حمصتها، سيحتها مع سكر وقرفه، نزلت بمعلقه دبس الرمان. اجيب المكسرات بتاعتي من المشمشيه، من اللوز، يا مزاج اللوز، من الزبيب، القراصية، كله مع بعض. وأقلب كده وأسيبه على النار مع شيشاء من الإيه؟ الشوربة. يقوم القراصية تطرى، يقوم اللوز يطرى، تقوم المشمشية تطرى بطعم دبس الرمان والكرملة بتاعت السكر. اللوز اللون ده جه منين تاني؟ اللون ده جه من دبس الرمان وكرملة السكر. وآخد شيشاء مية كده، دي حكاية، حكاية تدرس. تاني خطوات عمل صلصة الخشاف للفخدة الضاني يوم العزومة، مش مطلوب منك تعملي فخدة. حلو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ حطيت زبدة وقرفة وسكر، زبدة وقرفة وسكر، وفي الآخر لما داب السكر واداني الكرملة بتاعته نزلت بدبس الرمان، خدنا في حتة تانية خالص وشكل تاني وفليفر تاني. تفاصيل صغيرة، معنى كبير، وطعم جديد. نزلت بالخشاف بتاعي اللي موجود، زبيب، قراصية، مشمشية، كل ده على النار. هسيبهم كده مع بعضيهم زي الفل. أنا عايزك تجيب لي التفاصيل بتاعة الخشاف وإحنا خدناه من مكانته، إذا كنا بناخده مشروب رمضاني، لمكانته مع الفخدة الضاني. كده إحنا بنهيئ له الجو وبنعظمه. فخدة ضاني مع خشاف ده موضوع، بس استخدامنا للخشاف هنا والفواكه المجففه في الاكل مدرسه. شفت الصوره الحلوه دي كده؟ صوره رمضانيه، اللهم اني صايم. حلو. لوز، قراصية، مشمشيه، زبيب، ممكن تحط بندق، تحط عين جمل زي ما انت عايزه، قرفه، ولكن التركايه والحرفنه في البدايه. تفاصيل صغيره، معنى كبير، طعم جديد، سكر، قرفه، زبده، زبده مش سمنه ولا زيت، كرملت الزبدة مع السكر مع القرفة، نزلت بدبس الرمان، خدنا في الحموضة بتاعته، نقل الفواكه المجففة لحمضيات، وبعد كده بنسيبه على النار كده لغاية لما الفخدة تطلع نقابلها بالإيه؟ بالكوشة بتاعتها. أغرفها في الهلال ده. حلو؟ تمام؟ تعالوا نطلع الفخدة. يا نعم. أهو. نطلع الفخدة الضاني. حلو؟ استوت؟
والله بقى بعد الفطار نعرف اذا استوت ولا ما استوتش، بس اللي يهمني في الفخده الشوربه بتاعتها دلوقتي. عايز الشوربه بتاعتها، الشوربه بتاعت الفخده اهي اهي. بص على الحلاوه تنزل كده اهي. اه مشيت البهريز دول عايزهم انا اهو اهو، واخليها هنا. الله اللهم صل على النبي. اهو معانا من النشا معلقه. حلو، اللهم صل على النبي. نشا، عايز ادي قوام كده للصلصه دي. فخده بالقراصية، فخده بالمشمشيه، فخده بالخشاف، دي معلقه نشا وشويه ميه علشان تديني قوام للصوص بتاعي، للديميجلاس بتاعي، للبيون بتاعي. اه اه شفت القوام ده كده؟ اه زي الفل. شيل دول كده. الله، واخد الفخده الحلوه دي كده. تعالي يا عروسه، اللهم صل على النبي. تستاهل تستاهل، اللهم صل على النبي. اه وناخد البهريز ده كده، حاجه جديده. ها عملتها قبل كده؟ طب اعملها كمان مره وجربي. جربي التركيه بتاعت الزبده مع القرفه والسكر عملناهم ازاي، وبعدين نزلنا بالمشمشيه والقراصيه والزبيب واللوز، وخدنا من شوربه الفخده مع معلقه نشا وشويه حليب. هتاخد تاكل الرز وتسيب الفخده الضاني لتاني يوم. الف هنا وشفا.